نشر نجم المنتخب التونسي الأسبق طارق دياب مساء يوم الخميس تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هنأ فيه فريق الوداد الرياضي بمناسبة اختياره أحسن نادي في القارة السمراء. واعتبر طارق دياب أن هذا التتويج مستحق للوداد الرياضي باعتباره بطل الدوري المغربي، إضافة لتتويجه بدوري أبطال إفريقيا. وجاء في تدوينة طارق دياب: مبروك لنادي الوداد الرياضي تتويجه كأحسن نادي في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، تتويج مستحق قياسا لما قدمه الوداد وظفره بلقب البطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا. وتنافس كل من نادي الوداد الرياضي والأهلي المصري والنهضة البركانية، وكان الوداد قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي في آخر ماي الماضي.